السلام عليكم، هكمل معاكم سلسلة نواعم العيد وهنعمل اليوم بسكوت بالزبدة. هنعمله بأحلى طريقة، بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وازاي يطلع معاكي كله بلون واحد، يعني كله واخد نفس اللون وبدون ما يفرش معاكي، وقوامه وطعمه بمنتهى الروعة والجمال. هنعمله بالكيس، برضو هنعمل الفانيليا والشوكولاتة، ويلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة هحتاج 250 جرام من الزبدة، ولازم تكون درجة حرارة الغرفة. هحطها في عجان لو متوفر او في بولة، وهضيف عليها 125 جرام من السكر البودر المطحون الناعم جدا. هبدأ دلوقتي هخلطهم مع بعض بالمضرب الكهربائي. لازم تكون الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، يعني تكوني مطلعاها قبل مثلا ساعتين او 3 ساعات. هبدأ أخلط الزبدة مع السكر لغاية لما يدوني قوام أبيض فومي كده ويتضاعف حجمه. طبعا طول ما أنا شغالة بحاول أنزل الزبدة من حواف البولة علشان كلهم يتضربوا مع بعض ويتجانسوا سوا. ومن المهم أن السكر يكون ناعم جدا، أو ممكن تجيبيه جاهز، بيبقى برضو حلو جدا في نواعم العيد. ولو مش متوفر عندك المضرب الكهربائي ولا العجان، هنضربها بايدينا لغاية لما يبقى قوامها ابيض كده وفومي. وبعدين هضيف عليها 2 من البيض ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة. هضيفهم بيضة بيضة، يعني هحط اول بيضة وبعدين هبدأ اخلطها مع الزبدة والسكر لغاية لما تختفي تماما. بعدين هضيف البيضة التانية وأضيف معاها معلقة صغيرة من الفانيليا البودر. وأبدأ أخلطها لغاية لما تختفي. طبعا من المهم أنه تكون البيض بدرجة حرارة الغرفة، لأنه لو كان سائع من التلاجة هتلاقيه كده بدأت الزبدة عندك تفصل. وأضيف عليها بياض بيضة صغيرة. طيب لو مش متوفر عندك البيض الصغير وعندك بيض كبير، ممكن تقسمي البياض لنصين. هضيف البياض واضربه مع الزبدة وكل المكونات لغاية برضو لما يختفي. هنا مش هطول كتير في خطوة خفق البيض مع الزبدة، يعني يدوب بس البيض يختفي وبعدين هضيف عليه الدقيق، وهيكون 375 جرام من الدقيق. ممكن طبعا تستخدمي اي نوع دقيق، انا استخدمت هنا دقيق الضحى وهو بصراحة ممتاز، وفي برضو سنبلة الفرات، وفي برضو الكوثر. في الخطوة دي مش محتاجة اني اعجن كتير، انا يدوب بس بلم الدقيق مع الزبدة ومع البيض، يعني مجرد الدقيق عندي ما يختفي خلاص ابطل عجن، عشان عندي الجلوتين بتاع الدقيق ما يتفاعلش وتبقى البسكوتة ناشفة. شايفين ده قوام العجين المطلوب، بتبقى كده طرية وبتلزق بالإيد شوي. هبدأ دلوقتي هشكل البسكوت. هو ده القمع اللي أنا استخدمته. في طبعا المشط ده بيبقى فيه منه مقاس كبير وفي مقاس صغير حسب انت حجم البسكوت اللي انت عايزاها. البسكوت عندي هنا ما فيهوش ولا بيكنج باودر ولا نشادر، بس هيبقى مقرمش وهش. هو مش هينفش معاكي كتير يعني لو دخلتي الفرن، بس احنا هنا اكتفينا بالبيض كمادة رافعة في البسكوت. احاول وانا بضغط او بضخ البسكوت اضغط وخلي ايدي متساوية، يعني كلها ضغطة واحدة علشان البسكوتة ما تنفش مني. انا عملت هنا البسكوت على مفرش سيليكون، برضو انت ممكن تعمليه على صينية ألمونيا بدون ما تدهنيها ابدا، يعني البسكوت هنا عندي مش محتاج الصينية تبقى مدهونة اي مادة دهنية. وحاولي اني اساوي في البسكوت علشان كله ياخد سوا واحد. هكمل الصينية، ولازم اكون مجهزة الفرن على درجة حرارة 200، يعني اول ما ابدأ اعمل البسكوت هسخن الفرن على درجة حرارة 200. البسكوت عندي هنا هيستوي على مرحلتين. المرحلة الاولى هندخله على فرن درجة حرارته 200 لمدة تقريبا 7 او 8 دقايق، يعني لغاية الاطراف لما تحمر. وزي ما انتوا شايفين الصينية دي طلعتها بعد ما الأطراف احمرت، عدى عليها تقريبا 7 دقايق بس.
بعدين ههدي النار عليه على درجة حرارة 140 وهيقعد في الفرن من ربع لنص ساعة تقريبا. والطريقة السهلة جدا انك انت تسوي كل البسكوت اللي عندك على درجة حرارة 200 بعدين تطلعيهم وتسويهم وترصيهم كلهم جنب بعض وتدخليهم تاني على درجة حرارة 140. وده شكل البسكوت لما طلع واخد السوى التاني، شايفين كله لون واحد من جوه ومن بره، مفيش حاجة واخدة لون اغمق من التانية او طالع فاتح من النص والاطراف محمرة. بالنسبة لبسكوت الزبدة بالشوكولاتة هتكون المقادير: الدقيق هيكون 350 جرام دقيق، والكاكاو 20 جرام، او ممكن تشيل من الدقيق 3 معالق من الدقيق وتضيفي معلقتين من الكاكاو الخام. طبعا بنفس الطريقة اني هخلط الزبدة مع السكر البودر، وبعدين هضيف البيض واحدة ورا التانية مع بياض البيضة، وبعدين هبدأ اخلطهم مع الدقيق والكاكاو لغاية لما كل المكونات عندي تتجانس بدون معجن كتير. ومفروض انه الزبدة والسكر برضو يتخلطوا كويس جدا لغاية ما يعطوني القوام الابيض الفوم. وده شكل العجينة، هتكون ناعمة وطرية وبتلزق بالإيد. هحط العجينة في كيس، وبالبلة اللي هي المشط نفسها هبدأ أشكل البسكوت. أحاول أخلي إيدي على نفس الضغطة عشان كل البسكوت يبقى متساوي، يعني مفيش مثلا بسكوتة تبقى عريضة أو محملة أكتر من التانية، وحاول كلهم يبقوا نفس الطول عشان ياخدوا سوا واحد. بالنسبة لبسكوت الشوكولاتة هياخد عندي سوى واحد غير بسكوت الفانيليا، هيدخل على فرن درجة حرارته 200 مسخن مسبقا، وهياخد تقريبا 10 دقايق. طبعا هو بسكوت الشوكولاتة مش محتاج السوى التاني علشان هو هيبقى لونه غامق، فمفيش حاجة هتبقى أغمق من حاجة. وده شكل بسكوت الشوكولاتة بعد ما طلع من الفرن، ولا نفش ولا تغير فيه أي حاجة، قوامه هشي جدا ومقرمش مع انه ما فيهوش اي مادة رافعة، اكتفينا بس بالبيض، بس هو مقرمش جدا وهش. بسكوت الزبدة من احلى وافضل البسكوتات اللي انا بعملها عندي هنا، هي بجد بتبقى بسكوتة لذيذة جدا جنب كوباية شاي او جنب شوية قهوة، بتبقى هشة كده وخفيفة وبتقرمش. جربوا المقدار ده مظبوط جدا وهينجح معاكي من اول مرة. وبكده وصفة النهاردة بتكون خلصت، يا رب تكون عجبتكم. لأي سؤال او استفسار راسلوني على وسائل التواصل موجودة بصندوق الوصف، ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعموني بلايك سبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.